عشان كده هو قرر ما يقعدش معاك. فانت خسرت حاجه كبيره جدا عشان ما فكرتش في الموضوع بعمق، خدته من انه هو بيتمرد عليك بقى وبيقول لك انا ما سمعتش كلامك هتعمل ده. ممكن يبقى معناه ان هو بالفعل ما كانش جدير بانك تعيش معاه هو؟ لا، ما اقدرش اقول ما كانش جدير. كان افضل ليك ان انت تعيش مع والدتك؟ دي اقدار ربنا طبعا. طبعا اكيد. أنا عشت مع امي طبعا، علمتني كتير جدا. ان اولا انا اتولد عندي نوع من انواع حب واحترام الست بجد، بقى لها معنى كبير في حياتي، مش بس عشان هي امي، لا عشان شفت الست ساعات في مواقف بتبقى زي ما بيقولوا كده بميت راجل. يعني امي كانت ست مرفهه جدا في حياتها، وحياتها ما كانتش، كانت عايشه في بيت اهلها عيشه ما فيش اي مسؤوليات ومرفهه جدا فعلا. لما شارت المسؤوليه واجهت موقف زي ده، شفت وحش بيتحول، ما كانتش بس هي بتشتغل، لا شفت وحش بيتحول الى اب وام، وبقى فيها على قد ما فيها حنيه ودلع على قد ما فيها ديسيبلين. يعني انا عايز اقول لك امي حنينه عليا جدا زي ما انت قلتي ودلعتني جدا، بس في نفس الوقت انا لازم الساعه 9 اكون في سريري، دي حاجات كده ما فيهاش تهريج. فهي كانت الاثنين، فشفت قد ايه ست كيبل، ازاي ست تقدر تقوم بالدورين فعلا لو اتزنقت. الراجل لا. اول مره قلت لوالدك انك عايز تغني قال لك طب غني كده، غنيت قال لك انت اخنف. ومش كده، هو قال لي، هو قال لي انا كنت بقول له انا نفسي اغني، فقال لي يا ابني غني انت اخنف.